صراحة كنا دو بون زامي كلنا لي بارتيسيبون و ميم سي كانت اون تري فورت كونكورونس كنت تايقة في راسي. كان معاوني بابا و كانوا لي ريسبونسابل ديال لاسوسياسيون هي و سون ماري. جو لي رومارسي بوكو حيتاش وقفوا معايا. كتبان لي لا ديكتي هي اون ماتيير لي كتعاونك على ميتريس دو لا لونغ و كتساعدك على طور لي كومبيتونس ديالك في لوغتوغراف. كنبغي نشجعهم على انهم يواظبوا على الدراسة ديالهم وما يستسلموش ويديروا بزاف د المجهودات باش يحققوا احلامهم. كان هذا جميع التلاميذ ديال المغرب والمي بارون. بنتي مثلت المغرب احسن تمثيل، راه شعور كبير، ومثلت المدرسه ديالها الضحى احسن تمثيل، مثلت لاسوسياسيون ام اس لاسوسياسيون ماروكين بور لا سوليداريتي اي ليدوكاسيون. زعما الحمد لله الحمد لله الله يرضي عليها، مثلت المغرب احسن تمثيل ونتمنى العام الجاي تساهم وتشارك وتمثل المدرسه ديالها الضحى احسن تمثيل عاوتاني. المسابقه راه عرفتي كيفاش مسابقه صعيبه صعيبه نيت صعيبه اللي داها هو واحد الدري من لاكوت ديفوار، وفي الحقيقه عجبنا الحال وحتى هما عجبهم الحال. قال لك عتقتيونا في لاكوب دي مونت لاكوب دافريك بلوتو، دابا حنا غنحاولوا نعتقوكم في مره اخرى في لا ديكتي. مسابقه il s'agit de la dictée، واش فهمتي؟ كيعطيوهم ان سوجي وكيملي عليهم ان سوجي وخص اللي ما جابش الاغلاط هو اللي كيربح. والمهم هي جابت زيرو فوت في الحقيقه ودازوا لواحد المرحله الثانيه، عاد جات هي الثانيه واش فهمتي. المهم دازت المسائل على احسن ما يرام. بالنسبه لتقول نادين الله يرضي عليها وتكمل، ونتمناو المغاربه كلهم تلامد حتى هما يواظبوا. Mes félicitations à notre championne de la dictée PGL. Elle a réussi à remporter le premier prix avec excellence. Je la remercie parce qu'elle était toujours une fille intéressée, une fille qui persévère, une fille qui a toujours fait preuve de détermination, d'assiduité et de ténacité. Je l'encourage et je lui dis continue sur la même voie.